الله هو هذا، اللهم لك الحمد، الحمد لله. مسكين ما بقى عنده حتى شي قيمة. وهذا عيب علينا كوني احنا كمسلمين اننا نكونوا في هذه الحاله، وكنظن بان الشمال مهلوك. اليوم الانسان كيربح 60 درهم واذا خدام، والحوت كيعمل 70 درهم، انه هذه المصيبه هذه. كيلو ديال اللحم كثر من اجره المواطن. الا عملتي غير دوره في الشوارع ولا دوره في اي مطار غادي تلقى ناس نايمين تحت السيارات. الكراء غالي، الكراء ما نعرف كيفاش يخلص الكراء. ما هو الدوره غالي علينا بزاف. هاد الشركات اللي جابوه راه الناس الفقراء كلها كيتشكى. كنعرف الناس ان نهار الجنازه وقطعوا لهم الضوء، الميت كيتغسل والضوء كيتقطع. في 98 كانت الوضعيه لا على مستوى التعليم ولا على مستوى البنيه التحتيه كارثيه. فاكثر من 50% ديال المغاربه ما كانش عندهم الماء الصالح ليش. اكثر من 50% ديال المغاربه ما عندهمش الماء الضوء. اكثر من 4 اطفال على 10 اللي وصلوا لسن التمدرس ما كانوش كيدخلوا للمدرسه. الفقر اشكاليه كبيره في البلاد. فالان في الاحصائيات كاينه 800,000 عائله اللي عايشه باقل من 15 درهم في النهار. فهذا راه درنا معدل ديال 5 ديال الافراد في العائله، يعني 5-4 المليون ديال المواطنين عايشين باقل من 15 درهم في النهار. فمن المستحيل نطلبوا لهذه العائلات بنا يكونوا فاعلين في المجتمع ويعطيوا الامكانيات للاطفال ديالهم باش يكونوا نفسهم ويكون عندهم هما كذلك مستقبل. حنا كنقترحوا باش نقدروا نعطيوا فرصه للاجيال الجديده اللي كتعيش في هذا الفقر المدقع ان تكون مساهمه مباشره لهذه العائلات من طرف الدوله. وهذه المساهمه تكون ما بين 100 و 500 درهم لكل عائله، ولكن بشرطين. الشرط الاول هو الاطفال ديالها يمشيوا للمدرسه، والشرط الثاني هو لهاد الاطفال ديال هاد الاسر يمشيوا للطبيب.